لما تجيهم هيدي القطعه يعني كانك ملكتي الدنيا كلها. صدق مرحبا واضح، معك احمد درويش من الحمراء، مستلم محل تياب بالحمراء، ولادي ورجالي ونسائي. بريت العنان على الشباك، اول شيء مشان رمضان، ثاني شيء للعيد للصغار ليحسوا بنعمه العيد، خاصه بوقت الفيروس كورونا. هلا بطل في اعياد، بطل في شيء للصغار، يعني عملنا مثل تاس صغير للصغار ليحسوا بطعمه العيد، عملنا مثل كادويات للصغار، شو بدهم ثياب البسه للصغار، صبياني وبناتي. نحن حسينا بهالشيء، نحن وصغار، مين ما كان اي شاب واي بنت مروا بهالفتره هيدي. للعيد للصغار يعني عنده نكهه بالثياب، يعني احنا كنا ننام اخر يوم اخر يوم رمضان ننام ثيابنا قدامنا، يعني ايش حال اليتيم ما قادر يجيب ثياب، شو موقفه بكون. نحن عاملينها هيدي خصوصي خاصة للأيتام بالذات، واللي ما قادر ما في أي إشكال. هلا هي خسارة، هي خسارة، مو وقفت على هالشيء، كل شيء خسارة صار، خاصة بالوضع هذا كله صار خسارة. بس مثل ما قلت ما إشكال، بالعكس لما تعطي ربك بيعطي، رب العالمين ما بيقطع حدا، إذا أعطيت الله بيعطي. وهيدي المبادرة يعني إن شاء الله يكون كمان السوق كله يعمل هيك، اللي قادر يساعد ما غلط. في ناس عم تعمل هالشيء، يعني خد قديم حط قديم وخد شيء جديد، اذا ما قادر فوت خد جديد. يعني في ناس متخصصه بهذا الشارع عم بتقدر تعمل هالشيء، مثل الجمعيات او محلات، بس اكثر شيء محلات. انا كل سنه بعمل هالشيء كل رمضان، بس هالسنه لا زياده، بس اول سنه كهيك، يعني كهيك بيئه انه العالم تعبانه. إيه اول سنه هاي لما تجون هيدي القطعه يعني كأنك ملكتي الدنيا كلها. صدق ما بحسسوا فيها انه تعا لأنك انت كذا كذا خد هيدي لإلك، بالعكس فوت اهلا وسهلا فيك حبيبي، نقل اللي بدك اياه. يعني عندنا هيدا البلوك هون كله الولادي، فوت نقل اللي بدك اياه، ما بجبرك على شيء، لا هيدي ممنوعة وهيدي غالي إلك، هيدا الكادر كلياته البلوك، نقل اللي بدك اياه. هون ابتسامته ما بتتمن. بنعاد على الجميع، على كل أمة محمد، على كل الإسلام، على كل الأمم، بنعاد على الجميع يا رب. يعني إن شاء الله العرب كلهم يحسوا ويفكروا بالولاد اللي عندهم، ما يفكروا في إيه، يفكروا بالولاد اللي عندهم هن. يعني الدول العربية تفكر بولادها، يعني كل بلد يفكر بولاده. يعني أنا مثل أنا أفكر بالولاد اللي عندي، ولاد القرايب وولاد اللي ما بعرفهم، يعني الزبائن اللي فاتي اللي ما قادر يشتري، هودي بيكونوا ولادي إن شاء الله.